واحدة تنظيمية بين هذه الوقفة هي تنفيذا للأشكال النضالية التي قررتها الجمعيات الوطنية الثلاث، الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، والجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، والجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة بالمغرب، والتي من خلال هذا التنسيق الثلاثي كان البيان الأخير صادر في شهر نوفمبر شهر اكتوبر، وبالتالي ذكر هذه الاشكال النضاليه التي تبدا بهذه الوقفه الاحتجاجيه امام المديريات الاقليميه على الصعيد الوطني، تليها وقفه اخرى وطنيه على صعيد الاكاديميات، ثم وقفه اخرى على صعيد الوزاره. من اهم المطالب هو التشبث بالملف الطلابي للجمعيه في شموليته وعلى راسها مطلب الاداره مطلب الاطار بما يحفظ كرامة نساء ورجال التعليم وهيئة الإدارة التربوية ماديا ومعنويا. صاحب المرسوم المفروض ويرفض صيغة المتصرف التربوي البائسة والإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف لجميع موظفيه. يطالب الوزارة الوصية بحماية المؤسسات التعليمية وهيئة الإدارة التربوية وكافة مكونات الحياة المدرسية في ظل إطار ارتفاع منسوب الجريمة والمخدرات بالمحيط المدرسي وتفعيل مذكرة ثلاثية ذات الأطراف. بالنسبة لنا كنقابات ندعم هذه الوقفة الاحتجاجية ونعلن عن تضامن المطلق واللا مشروط مع هيئة الإدارة التربوية، وسوف نأخذ إلى جانبهم جميع البرنامج الذي ستسطره هذه الجمعيات الثلاث المكونة لهذه الوقفة الاحتجاجية.